مرة تانية بنرحب بحضراتكم من جديد، وهنبدأ مع بعض فقرة الصحافة اللي هيكون فيها قراءة لأهم منشطات وعناوين صحف اليوم. خلونا في البداية أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد محجوب، مدير تحرير جريدة المصري اليوم. أهلا بيك وصباح الورد. قبل ما نبدأ جولتنا تعالوا نشوف بعض منشطات الصحف قالت إيه النهاردة. نرجع لكم مشاهدينا من جديد، وهنبدأ مع بعض من جريدة المصري اليوم وتحت عنوان الحكومة لا انتخابات للمحليات في الفترة القادمة. أرجع تاني لضيفي أستاذ أحمد محجوب، ويمكن كان في ترقب وكان في ناس بتستعد أن هي تدخل انتخابات المحليات، وكلنا كنا منتظرين انتخابات المحليات، لكن فجأة طلع هذا التصريح. وإحنا شايفين طبعا أنه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية كان أكد أنه ما فيش انتخابات للمحليات في الفترة اللي جاية، وكمان قال أن إحنا مش مستعدين لتطبيق اللامركزية الإدارية. فيعني في شقين دلوقتي في السؤال، في البداية ليه ما فيش انتخابات للمحليات الفترة القادمة من وجهة نظر حضرتك؟ لأن ما فيش قانون بينظم انتخابات المحليات بشكل جدي في مصر. مصر بدون محليات منتخبة قاربت على عقد من الزمن ما عندهاش مجالس محلية منتخبة. حضرتك بتتكلم من 2008، يعني في الرينج ده تقريبا مفيش، ما عندناش مجلس محلي منتخب لا في قرية ولا في مدينة ولا في محافظة. الحاجة الثانية، البرلمان لحد دلوقتي لم يصدق على القانون. الوزير رجع بعد كده وقال لما يصدر القانون هنبقى نشوف موضوع الانتخابات. الحقيقة موضوع الانتخابات بتاع المحليات مش بس مسؤولية السيد الشريف فقط، دي مسؤولية الدولة بشكل كامل. دي أقرب انتخابات، ده البيز لاين اللي قدام كل مواطن. المواطنين بينتخبوا رئيس الجمهورية هو أعلى منصب في مصر، بينتخبوا أعضاء المجلس التشريعي اللي هو مجلس النواب. على الأقل من حقهم انهم ينتخبوا رئيس الحي ورئيس المدينه ورئيس المجلس القروي، اللي هو ببساطه شديده هيقوم ليهم بالخدمات التي لا تراها الحكومه، خدمات صرف صحي صغيره ومياه ونظافه وبعض التنظيم الاداري وجميعنا وازاله التعديات عن الشوارع. احنا بنشتكي دايما من ان في فساد في المحليات من تاريخ واحنا بنقول صحيح فساد المحليات. فاذا كان المسؤول منتخب فانا قدامي وسيله ضغط شعبيه عليه، لكن استمرار تعيينه هو أشبه بمحاولة الحكومة لاستيراد المشاكل التفصيلية اليومية من الشارع لنفسها. ادي فرصة، رحلي مسؤولية ضخمة وتفصيلية ومعقدة ويومية مثل شؤون المحليات، رحليها للناس أن تختار. لا يجب أن تكون دولة في القرن اللي احنا فيه ده وما زالت بتخشى من الصندوق ومن إدارة الأمور بشكل شفاف. أنا لو مكان الحكومة ببساطة، هذا ملف معقد ومليء بالفساد. أنا ببساطة شديدة سأحتكم فيه إلى الناس، يأتوا بمن يأتون به وفق معايير ووفق قوانين وضوابط. وفي اللحظة دي الناس لما تشوف إن من أتوا بهم لم يستطيعوا الحل تقدر تحاسبهم وتمشيهم. ده أبسط الحلول. لكن استيراد المشاكل من أصغر نجع وقرية وشارع وحارة في مصر لحد ديوان عام مجلس الوزراء، ده يعني الحقيقة
يعني انا الحكومه مش ناقصه مشاكل عشان تستورد هذه المشاكل. يعني حضرتك شايف انه التاخير في هذه الانتخابات ده بيبقى عيب على الحكومه اكتر كمان من انه عيب على المواطن، لان المواطن يمكن من سنه 60 زي ما حضرتك ذكرت ان القوانين ما بتتغيرش، خلاص يعني ممكن الى حد كبير اتعود على هم المحليات او فساد المحليات، ولكن برضه في نفس الوقت هو بيئن متضايق عايز يغير. بس حضرتك دلوقتي حسب كلامك بتقول ان انت بتستورد مشاكل، فده بيزود العبء على الحكومه اكتر. بيزود العبء على الحكومه وبيترك المواطن، وده الاهم بقى، فريسه الحاجتين مهمين جدا في منتهى الخطوره. المواطن النهارده اللي بيقرر يبني بيت اول حاجه بيفكر فيها الرشوه اللي هيدفعها فين والمين، والمواطن اللي بيحب ياخد خدمه بديهيه زي استخراج شهاده رسميه او ورقه بيفكر في الموظف اللي هيفتح الدرج ويديله الفلوس. المساله دي لن تنتهي الا بوجود تكنولوجيا. باختصار شديد، التكنولوجيا لا ترتشي، التكنولوجيا لا تتعطل، التكنولوجيا بتعمل 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع على مدار العام كله، ما بتعطلش. الا ما نعلم ان احنا ندخل التكنولوجيا واحنا عمالين نتكلم على ان احنا عندنا شبكات محمول وشبكات خدمات وانترنت ومواقع الكترونيه. كل ده وهم الحقيقه. ازاي بقى؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا شبكات محمول ده والشبكه الرابعه ويبقى فيه الخامسه ويبقى فيه السادسه، بس معلش هو انا عندي انفراستراكشر تقدر تقدم خدمات مثلا على مستوى المحمول بشكل جيد؟ هل جهاز حمايه المستهلك بيطلع او الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيطلع تقارير متاحه للجمهور تتنشر بشكل دوري عن الخدمه في الشركات؟ هل بيحصل تدخل مع كلنا بنشتكي من شبكات المحمول وشبكات الانترنت، بيحصل تدخل جدي وحاسم ومنجز في هذا الملف؟ مفيش. احنا لحد النهارده بنتكلم في سرعات انترنت هي الاكثر تدنيا في دول افريقيه ودول شقيقه. بس خلي بالك انا يعني انا كان ليا صديقه في الحقيقه، عشان برضو نقول اللي لينا واللي علينا، يعني صديقه في الولايات المتحده الامريكيه لقيناها عندها في الحقيقه بطيئه جدا والله. وهي نفسها كانت بتشتكي يعني والله انا ما اعرفش صديقتك دي، بس اكيد يعني حالتها صعبه. يعني هي في امريكا بتشتكي من الانترنت، حالتها صعبه. ده حقيقي والله، كانت بتبعت فعلا حاجه على الواتساب واتاخرت جدا، قالت انا عندي نت بطيء. انا بحكي لك موقف بسيط يعني. الفكره كلها كالتالي، يعني انا قصدي ورده، احنا عايزين التكنولوجي ليه؟ بالظبط. يعني مثلا الولايات المتحده الامريكيه فيها تكنولوجي بطيء سريع، في تكنولوجي. مصر فيها انترنت بس ما فيهاش تكنولوجي. بمعنى ايه؟ حضرتك النهارده لما بنتكلم، عملوا مؤتمر ضخم جدا وحاجه كويسه جدا عن الشمول المالي مثلا. ايوه كويس. فبنقول ايه الشمول المالي؟ ان كل الاقتصاد داخل نتورك واحده علشان انا كدوله ابقى قادر اشوف الاقتصاد بتاعي ماشي ازاي. طبعا ما يبقاش تلتين الاقتصاد موجود مع بياعين سريحه في الشوارع. صح. كويس. طيب لما انا بقول الكلام ده اقول ان مصر فيها اكتر من حاجه وعشرين بنك، منهم سته فقط يستطيعوا تقديم خدمات الكترونيه، يبقى انا بهزر؟ لا معقوله. ده انت بتقول حاجه كارثه. لما اقول لحضرتك ان انا عندي 6000 نقطه يمكن التعامل معها بالاي تي ام والفيزا كارد، ماشي، في شعب 100 مليون بني ادم، يبقى انا بهزر؟ طبعا. طيب لما انا اقول ان انا عندي كنز اسمه البريد اللي هو موجود فعليا بقى في كل قريه وكل نجع في مصر، وعندي مشكله كونفليكت بينه وبين الجهاز المصرفي اللي ممكن يستغله، لان هو ده تبع وزاره الاتصالات والجهاز المصرفي في الناحيه الثانيه، فعندي مشكله بيروقراطيه بقى لها سنين، اللي هي الجزر المنعزله اللي بيقعدوا يتكلم عنها الاعلام من زمان. حلها الوحيد ان زي ما بقول لحضرتك يكون عندي تكنولوجي. ليه؟ لما حضرتك بتساليني بقول لك، بتقولي عندنا كذا وعندنا، بقول لك ده وهم. لان ببساطه شديده البيانات المتناثره مش معلومات، المعلومه سياق ونتوركينج. إذا ما حصلش ده يبقى كل اللي أنا بعمله كلام فاضي. يعني أنا النهاردة دلوقتي لو في مصر ماسورة صرف صحي ضربت في قنا، كويس؟ لو أنا عندي نتوركينج كويس دي هيتنور لمبة معينة أو هتنور شيء معين أو هتدي ألارم للمسؤول المختص بالمسألة دي. لو عندي جسر انهار في منطقة أو سفينة غرقت هيطلع انذار للجهه المختصه. ربما احنا بنتكلم دلوقتي على المركزيه ولا مركزيه واحنا ناسيين البيز الاساسي بتاعها، انه في خطوه لازم تسبق كمان اللامركزيه. البيز لاين لا يمكن حل مشاكل مصر بدون تكنولوجيا. مصر عندها مشكله معلومات متناثره، وعندها مشكله فساد في الجهاز الاداري، وعندها مشكله ترهل. احنا عاملين حد اقصى الاجور. هل احنا النهارده نقدر نقول ان 100% من موظفي الدوله بيقبضوا بالاي تي ام؟ ربما يكون ده صحيح. طيب هل انا عندي بقى اوبشن ان انا اكشف كحكومه على 100% من موظفي الدوله ان اجمالي دخلهم لا يتجاوز الحد الاقصى لاجور اللي هو حوالي 42000 جنيه؟ ما اعتقدش.
ده الفرق ما بين ان احنا يبقى عندنا مظهر من مظاهر العولمه والتحديث وكذا، وان احنا يبقى عندنا تكنولوجيا. حضرتك شايف بقى ايه مصير الموضوع اللامركزيه، موضوع تاجيل الانتخابات المحليه؟ طيب انا قولا واحدا مع وجود انتخابات. قولا واحدا، ايا كان سوقها، ايا كان النظام بتاعها، لابد ان يشعر المواطن انه ينتخب رئيس حيه او ينتخب رئيس مدينته. طب. دي ابسط الحلول. اذا كنت انا منتخب رئيس الجمهوريه مش هنتخب، ما هو الانتخاب ده معناه تحميل مسؤوليه. انا انتخبت من 2014 رئيس الجمهوريه ومجلس النواب، فبقدر احملهم المسؤوليه، اقول له يا ريس انا محتاج كذا، او يا مجلس النواب انا محتاج كذا. لو انا هفضل اشغل، مش دور بالمناسبه رئيس الجمهوريه انه يتابع مواسير الصرف الصحي في الشوارع، مش شغلانته. ده دور المحليات. ده دور المحليات. مش شغلانة مجلس النواب اللي هو شغلانته حاجتين، الرقابة والتشريع، انه يقعد يتابع ازمة مية في قرية صغيرة جدا في مصر. ده شغل المحليات، شغل مجلس القرى ومجلس المدينة. كويس. فالبيز لاين ده لازم يبقى في انتخابات. لكن خليني اقول لحضرتك حاجة صغيرة خالص. انا دلوقتي قدام خيارين، اما ان يكون لدي قانون يصدره مجلس النواب وتحصل انتخابات، واما انه ما يحصلش. فانا قدامي اما شخص هيبقى مسؤول منتخب او شخص مسؤول معين. انا عايز اقول لحضرتك ان المحصله بتاعت الاثنين في النهايه هتفضل زيرو، لان الاثنين هيبقوا مكفوفين بدون معلومات. هيبقوا مكفوفين. المعلومات دي لن يوفرها الا التكنولوجي. لو حضرتك بتتكلمي على قضيه ضخمه زي قضيه الامن مثلا في مصر، ودي قضيه ضخمه جدا وبنحقق فيها بعض النجاحات وبتحصل فيها بعض المشاكل. اللي بيبني الاستراتيجي بتاعت اللي بيدي الفيدز بتاعت الامن هو مين في مصر؟ مش التكنولوجي، ده مخبر. ببساطه اللي هي كلمه التحريات دي مين بيعملها؟ هو مخبر. ايوه كويس. اللي هو يعني راجل، مع احترامنا الشديد للجميع، راجل مثلا معاه عدديه ولا حاجه، قاعد على القهوه ولابس البلطو وماسك الجورنال. الطريقه دي انتهت من العالم كله. انا النهارده علشان ابني ستراكشر في قصه الامن دي لازم ابتدي من التكنولوجي. لازم الراجل بتاع الحي يلزم المحلات ان التحريات تكون كمبيوترايزد، من خلال ان انت بتدخل على فايلز معينه يبقى في اكتر من جيتنج واي، وفي بروسيسنج بيحصل وفي تحليل بيحصل. انا بتكلم مع حضرتك، انا لو قدامي واحد معين وواحد منتخب، الاثنين هتبقى نتيجتهم انهم عميان، ودول مش هينتجوا شيء للبلد. عموما حضرتك فتحت طبعا نقاط هامه جدا، نتمنى ان المسؤولين يستمعوا لهذه النقاط. ننتقل لخبر اخر، وجريده اليوم السابع وتحت عنوان استطلاع بصيره المواطنون رادون عن ملف العلاقات الخارجيه. الشروق قالت ان 55% راضيين عن الاداء الخارجي للدوله المصريه. حضرتك بتشوف المصالحه الفلسطينيه والدخول بقوه في الازمه الليبيه، ده السبب لارتفاع نسبه رضا الناس؟ الحقيقه احنا الملف الاساسي اللي احنا ناجحين فيه بشكل كويس هو إدارة الأزمات الخارجية. بمعنى ايه؟ احنا عندنا دولة للأسف ظروفها الإقليمية كده ان كل حدودها مشتعلة. عندنا مشكلة في فلسطين المحتلة، وعندنا مشكلة مع إسرائيل بالمناسبة، ما حدش ينساها ان دي العدو وستظل العدو الوجودي لمصر. عندنا مشكلة في ليبيا انه لا توجد ليبيا. عندنا مشكلة مع السودان ان في مناكفات دائمة. فإحنا الحقيقة يعني المجهود الذي بوزل في الشأن الخارجي وفي الملفات الخارجية من أجهزة الدولة المختلفة هو الأكثر بروزا. الناس كانت بتتعامل معنا في 2013 بشكل، والنهاردة بتتعامل معنا بشكل تاني. في 2013 كان في مجموعات واسعة من الدول متحرجة من التعامل معنا. النهاردة لا، يخطب ضدنا في ملفات ليها علاقة بالإقليم. مثلا في أزمة العراق الأخيرة في إقليم كردستان، مصر هي كانت الدولة الأعلى صوتا، أعلى صوتا من الجامعة العربية في رفض الانفصال. واخده بال حضرتك؟ وبالفعل هي كان عندها يعني تحقق كل التوقعات. وتحقق كل التوقعات. في الملف اليمني كويس، طبعا السعوديه والامارات ومصر ودول كثيره في التحالف العربي، سواء في عمليه اعاده الامل او في عاصفه الحزم التي سبقتها، الا ان مصر مثلا امبارح كان سامح شكري وزير الخارجيه بيتكلم بشكل واضح ان مصر لن ترضى الا بحل سياسي شامل، محملا الاطراف مسؤوليتها، لان في الاخر ده امن قومي مصري برضه. فلازم ان مصر مش تكون هسيب اليمن عشان تتحول قناه السويس لبحيره مغلقه. انا بهزر. بالظبط. اليات استطلاع الراي حضرتك بتشوف ان هي بتعتمد على الاسئله المباشره للمواطنين
المواطنين ولا تتبع الاراء على شبكات التواصل الاجتماعي؟ لا، هو الحقيقه مركز بصيره في كل استفتاء بيطلع لنا الكريتيريا اللي اشتغل بيها او الطريقه اللي اشتغل بيها. هو في اغلب الاستطلاعات بيعتمد على الاتصالات الهاتفيه، على الهاتفين المحمول والارضي، وبيحاول يحصل على معلومات. دي طريقه علميه، احنا محتاجين، ما زلنا محتاجين نطور اليه وطنيه جامعه. انا بعتقد ان في جامعات عندنا في مصر زي جامعه القاهره وجامعه اسكندريه وجامعه عين شمس وجامعه اسيوط تستطيع كلهم في مكانها او حتى على المستوى القطري ان يعملوا استطلاعات دوريه شهريه تفيد صانع القرار زي ما هتفيد المستثمر، زي ما تفيد عضو البرلمان، زي ما تفيد الصحفي. صحيح، زي ما اتكلمنا في ملف المحليات لانه الملفات المهمه ويمكن اتكلمنا عليه باستفاضه، واتكلمنا عن استطلاعات الراي للمواطنين عن سياسه مصر الخارجيه، ملف اخر هام جدا وشائك واحنا بنتكلم عن سد النهضه، ومن جريده الوفد تحت عنوان شكري يعرب عن قلق مصر من تدخل الاتحاد الأوروبي في مبادرة حوض النيل. ليه مصر قلقة بعد إقرار الاتحاد الأوروبي؟ بتشوف الاتحاد الأوروبي تدخله ده هيسفر عنه إيه؟ لا، هو تدخله مصر عندها قواعد ثابتة بتبني عليها موقفها زي عمدان البيت عشان الجمهور يفهمنا. القاعدة الأولى هي القانون الدولي اللي بيلزم دول المصب بعدم الإضرار بدول المسار الأوسط اللي هو السودان، والدولة دول المنبع بعدم الإضرار بدول مسار النهر أو دول المصب اللي هي مصر. الحاجة الثانية، الاتفاقيات الموقعة ما بيننا وما بين دول حوض النيل من سنة 29 ومن سنة 1902 كمان لحد النهاردة بتقول إن لمصر حق رفض إقامة أي مشروع مائي إلا بالتشاور معها إذا كان سيسبب أضرار لمصر، لأن ببساطة إحنا بنعتمد من 95% ل 96% على مياه ري من قادمه من النيل. اللي عمله الاتحاد الاوروبي انه اعترف بمبادره حوض النيل اللي احنا بالمناسبه كنا مؤسسينها سنه 99، ما عندناش مشكله معاها خالص. احنا كان عندنا مشكله مع الاتفاقيه الاطاريه اللي سميت اتفاقيه عنتيبي اللي طلعت من رحم هذه الاتفاقيه، من رحم هذه المبادره. اللي حصل ان الاتحاد الاوروبي حاطط حاول أو بياخد خطوة فعليا يعني أنه يحول هذه الاتفاقية الإطارية لجزء أو بيعترف بها كاتفاق إقليمي أو كجزء من القانون الدولي المائي. ودي مشكلة ضخمة جدا، ده بيتعارض بشكل واضح مع سياسات مصر المائية، وده دعم واضح جدا سياسيا وقانونيا للمسار الأثيوبي اللي هو الأسف. يعني هيكون لي انعكاس على سد النهضة، على ملف سد النهضة، هو دعم لسد النهضة بشكل مؤكد. فيما يتعارض مع مصلحة مصر طبعا في هذا الشأن. بالتأكيد سد النهضة هو ضرر بالغ على مصلحة مصر، وكل ما تفعله القاهرة الآن ومحاولة تقليل الضرر وإقناع الإثيوبيين أنه ليس حتى من مصلحتهم الإضرار بمصر. مصر ليست دولة صغيرة، مصر دولة فاعلة، ويجب أن يشعر الإثيوبيين تحديدا بهذا الأمر ليكفوا عن المماطلة ويكفوا عما يفعل في سد النهضة الآن. سنظل طبعا في حالة ترقب لهذا الملف وهنشوف إيه التطورات، وخصوصا بعد اعراب طبعا وزير الخارجيه عن قلقه. من جريده الوطن وتحت عنوان التصدي لازمات الدواء، ملف الصحه والدواء كالعاده ونقابه الصيادله ووزاره الصحه. الصحه تقدم تقرير البرلمان عن نواقص الادويه واليه لرصد المغشوش وتسعيره جبريه للمكملات. امتى الصحه هتشتغل بجد وتقول ان احنا عندنا ازمه حقيقيه في الدواء سواء مصري او مستورد؟ كويس قوي. دي نفس المشكله لما يبقى عندها تكنولوجي بارد. يعني ببساطه شديده الصيدليات، كل الصيدليات في مصر دلوقتي حضرتك لما تشتري دواء عندهم باركود بيحط عشان يعرف السعر، مظبوط؟ بس ما فيش نتوركينج لكل الصيدليات اللي في مصر دي تدي عندي في وزاره الصحه ماشي في لجنه الصيدله تقول لي ان في نواقص قد كذا. ما هو ساعتها انا مش هحتاج ان وزاره الصحه تقعد تنزل تجمع بالورقه والقلم النواقص من السوق. أيوه. وتعملهم تقرير وتروح البرلمان وناقشه، تكون النواقص دي تضاعفت. صحيح، او اختفت، اللي هو الشغل اليدوي اللي بيضيع وقت والاحتكاكات البشريه الاوفر اللي ما بقتش تنفع دلوقتي. ليه بنحرق بنزين في شيء العالم كله بيعمله بضغط زرار؟ صحيح. ليه؟ صحيح، احنا فعلا لازم يعني كده الموضوع فعلا بقى اوفر. بص حضرتك، مفيش حل الا ان الدوله دي تقرر بشكل واضح انها تخصص مش اقل من مليار جنيه، وده متوفر، انا اعتقد انه متوفر، احنا ميزانيتنا تريليون وشويه، مليار جنيه على الاقل لانشاء منظومه الكترونيه لتقديم الخدمات وضبط الاسواق في مصر. طبعا غير ده انا مش هيبقى عندي استثمار جدي.
ما هو المستثمر ده لما يجي يستثمر في قطاع الدواء عايز يعرف انا ايه النواقص اللي عندي اب تو ديت. مش هيقعد بقى يستنى ملفات تطلع من الارشيف. مش هيلف على الصيدليه. بالظبط. مش هيلف. بالظبط. ده حقيقي. ده حقيقي. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان طبعا في اخبار ثانيه كنا عايزين نستعرضها لكن الوقت الفقره خلص. طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد محجوب مدير تحرير جريده المصري اليوم وصباح الورد. بنشكرك. صباح مشاهدينا نسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع مره ثانيه علشان نكمل بقيه فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.